وللحديث عن الذكرى الثامنة لاجتياح مدينة الموصل عام 2014 ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان. حياكم الله. هزيمة أربع فرق عسكرية في الموصل خلال ساعات مثار تساؤل حتى اليوم، لم يجد إجابة ولم يحاسب المسؤولون عن ذلك يوم العاشر من حزيران عام 2014. بماذا يمكن وصف سقوط الموصل وكيف يمكن قراءة الحدث بعد مرور 8 سنوات عليها؟ نعم، تحية مرة أخرى. الحقيقة مسألة سقوط الموصل في مثل هذا اليوم في العاشر من حزيران عام 2014 هو انكشاف وسقوط القناع الذي ارتدته الحكومات المتعاقبة بعد 2003، وخاصة حكومة الثانية المالكي الذي كان القائد العام للقوات المسلحة، ولم يستطع الحفاظ على ليس على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، بل لم يستطع الحفاظ على ثلث العراق، وسقط في يد تنظيمات عبثت بحياة العراقيين، بتنظيمات للأسف قتلت ودمرت وأحرقت، وهو ما كان يريده عندما لم يعطي أوامر بالثبات أو لم يعطي أوامر للقوات المتواجدة من الشرطة والشرطة الاتحادية والفرقة الثالثة والفرقة الثانية من الجيش العراقي وكثير من الأجهزة الأخرى الأمنية، لم يعطي الأوامر بالثبات، علما بأن ليس هناك نسبة وتناسب ما بين أعداد المسلحين القليلة وما بين القوات ونوعية الأسلحة التي تمتلكها الحكومية، فقد كانت أضعاف مضاعفة، ولكنها بدون عقيدة عسكرية وبدون قرار جريء لإيقاف اجتياح التنظيم لمدينة الموصل ومحافظة مدينة. نعم، الميليشيات أستاذ زياد الموالية لإيران وإعلامها روجت قبيل سقوط الموصل في يد داعش بأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية اتهمت بها أطرافا عديدة. هل ما زال الرأي العام العراقي بعدما تكشف أو انكشاف الكثير من الحقائق يمكن أن تنطري عليه أو ينطري عليه هذا الخطاب؟ بكل تأكيد استطاع الشعب العراقي والأحرار في العراق انكشف حقيقة كذب وتدليس الحكومات والأحزاب المتعاقبة في الحكم في داخل العراق، واستطاعوا أن يكتشفوا بأن هناك ممارسات مجحفة بحق أبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى وبقية المحافظات من قبل بعض القوى الأمنية، وبشكل متعمد ومدروس من قبل قيادات مثل الغراوي وغيره في مدينة الموصل وبعض القيادات الأخرى التي مارست عمليات اضطهاد ضد أبناء مدينة الموصل. الحقيقة اكتشف الجميع بأن أبناء مدينة الموصل هم ضحايا ورافضين لكل شكل مسلح في المدينة، إن كانوا من قبل التنظيمات الإرهابية أو من قبل الجماعات المسلحة أو المكاتب الاقتصادية، وما زالوا لحد هذه اللحظة ورغم وجود تجربة مريرة في مدينة الموصل منذ 8 سنوات، الحقيقة لحد هذه اللحظة أبناء مدينة الموصل تواقين للتخلص من السلاح المنفلت والمكاتب الاقتصادية والجهات التي تعمل بأمن ومقدرات هذه المدينة وهذه المحافظة وكل المحافظات العراقية الأخرى. نعم، على الرغم من أن لجنة التحقيق البرلمانية حملت نور المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل في عام 2015، إلا أن قرارات اللجنة كما تعلم أستاذ زياد ظلت حبيسة الأدراج ولم نرى منها شيئا حتى الآن. لماذا برأيك لم تتخذ أي إجراءات بحق المالكي ورغم إدانته بطبيعة الحال وباقي المسؤولون وباقي المسؤولين، بل الآن يتصدر المشهد السياسي بتزعمه للإطار التنسيقي؟ نعم، هذه إرادة إقليمية، إرادة إيرانية، إرادة من أجل تمكين المالكي والأحزاب الولائية من السيطرة بشكل تام ومطلق على المشهد العراقي، رغم رفض الشعب العراقي ورغم خسارتهم لمقاعد كثيرة ورغم التزوير بالنسب والمشاركة، ولكنهم خسروا مقاعد كثيرة جدا في الانتخابات الأخيرة. وهنا نتحدث عن نبذ هذه الطبقة من قبل أبناء الشعب العراقي،
وإدراكهم بأن من يقود العملية السياسية بعد 2003 وخاصة الجهات المرتبطة بدول إقليمية هم جهات مرفوضة جملة وتفصيلا، ومن ضمنهم شخصية المالكي التي لعبت بشكل سيء وزايدت على مدينة الموصل وزايدت على محافظة صلاح الدين والأنبار ودمرت تلك المحافظات وأجزاء واسعة من بغداد وديالى وكركوك والكثير من المحافظات الأخرى. هذه الجهات همها الوحيد البقاء بالسلطة والتشبث به بعد أن ادعوا أنهم يحاربون الاستبداد والديكتاتورية، ولكن الحقيقة هم قاموا بعمليات بشعة وقتل ومقابر جماعية وقصف وقتل مدنيين وتجويع وتشريد واعتقال وتنكيل، وهنا الحديث عن عشرات ومئات الألوف من المفقودين والمهجرين في داخل وخارج العراق منذ عام 2003، ولكن خاصة بعد 2014 زادت تلك العمليات بشكل واضح وملحوظ، ومدانة هذه الطبقة السياسية وعلى رأسها الجهات والأحزاب التي تتبع إيران في هذا الملف بالتحديد. نعم أستاذ زياد، كما تعرف أن تداعيات الحدث كانت أكبر بكثير من الحدث نفسه، ولا سيما مع مرور سنوات طويلة حتى الآن، وهو ما ظهر على المستوى الإنساني قبل المستوى الاقتصادي. الآن بعد مرور هذه السنوات، هل تعتقد أن الأمر برمته كان مخططا له؟ بكل تأكيد هناك تخطيط، واسألني لماذا؟ التخطيط موجود عندما حدثت العمليات العسكرية، وكان هناك انسحاب بطريقة أو بأخرى وعدم وجود أمر عسكري بالثبات ومقاتلة بعض الجماعات المسلحة وسيطرة تلك الجماعات. انتهت العمليات العسكرية بعد 3 سنوات ودخلت القوات الحكومية إلى مدينة الموصل، ولكن منذ 5 سنوات ولحد الآن، تخيل سيد الكريم، رغم وجود 6 ميزانيات مخصصة لمحافظة نينوى ومن ضمنها ميزانيات وزارية تنمية أقاليم، مساعدات مناطق المتضررة، لجنة إعمار الموصل، صندوق الإعمار إلى آخره، رغم وجود هذه المليارات و6 ميزانيات لم يعد بناء جسر واحد، لم يعد بناء مطار الموصل الوحيد، كل المستشفيات الرئيسية ومدينة الطب في مدينة الموصل مدمرة، الحديث هنا عن البنى التحتية مدمرة بالكامل، هناك إرادة سياسية بإبقاء هذه المدينة بهذا الوضع، وهي تعيش أزمات متتالية منها الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها من الأزمات المتتالية التي تعيشها المحافظة ومدينة الموصل بالأخص، وهي الصفحة الثانية من العمليات العسكرية عندما سيطر مجموعة من الفاسدين على هذه المدينة ويلعبون بمقدرات هذه المحافظة ويستولون على الحقود والمشاريع وجعل تلك الأموال تذهب في جيوب الفاسدين والأحزاب التي تسيطر على الموقف وهذه المدينة وهذه المحافظة لحد هذه اللحظة، وأنا مسؤول عن كلامي، نعم، إنها ليست بيد أهلها وأبنائها وإنما بيد أشخاص جبات أموال لأحزاب وميليشيات ومكاتب اقتصادية وأحزاب محسوبة على المكون العربي السني للأسف الشديد، وهي لا تحاسب أي فاسد وإنما تدعم كل الفاسدين لاستكمال المرحلة الثانية من تدمير المدينة. طيب الآن اليوم أستاذ زياد، بعد مقتل حوالي 40,000 من أهالي الموصل، لا تزال جثث معظمهم تحت الأنقاض كما تعرفون، وتشريد أكثر من 1,000,000 من أهالي الموصل، وتوقف الحرب على ما يسمى الإرهاب منذ 5 سنوات، السؤال عن تهمة الإرهاب التي ما تزال تلاحق الموصليين والعراقيين بشكل عام، ما الغرض منها حتى اليوم؟ سيدي الكريم، أستاذي الفاضل، الحقيقة الكل يعلم بأن تهم الإرهاب هي مادة جاهزة لأي شخص يعارض، لأي شخص يقوم بالسؤال عن مقدرات وأموال وعقود محافظة نينوى، لأي شخص لربما لديه مشكلة في أداء مسؤول معين أو ينتقد شخصا، وحتى في منشور في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أشخاص محكومين بسبب تشابه أسماء، وهناك أشخاص، نحن الحديث هنا عن 15,000 إنسان محكومين بالإعدام، معتقلين، لدينا 15,000 إنسان، 7,000 منهم على الأقل محكومين بالإعدام شنقا بتهم الإرهاب، وهناك كثير من الأبرياء
بينما المسؤولين وأقارب المسؤولين المتهمين بالإرهاب يتم إعادتهم وتسليمهم إلى القضاء، وخلال 24 أو 48 ساعة يتم إطلاق سراحهم رغم وجود مذكرات القبض عليهم ورغم وجود شهود، ولدينا أمثلة سنذكرها مع الوثائق إن شاء الله لاحقا. وصلت الفكرة. أستاذ زياد السنجري من فيينا عبر الخط الهاتفي الإعلامي والصحفي العراقي، شكرا جزيلا لك.